موت وما نمشيش للطبيب، راسي ناكله وما نمشيش للطبيب، بركان متاع سخانه يطلع لي فرقع لي راسي وما نمشيش للطبيب. علاش؟ واي؟ شبيه الطبيب؟ بره نبداو الحكاية من الاول. طلعت لي السخانة، مرضت، مشيت للطبيب. اول حاجة باش نعملها كي نمشي للطبيب باش نقعد نستنى في السال داتونت. وقت اللي نقلق ونقول نخرج نشم شوية هواء ونرجع، فكر رمضان مش موجود، هاي اللي بعده يتفضل. وبعد ما يحن علي يا ربي وندخل جيب لي مدرية قدك ويقول لي قول اقسم بالله نحس روحي حيوان. شو بدي حل فمك؟ يقول ذي كلكم والزريقه فيكم. هيكم برا روح. ديك هيكم برا روح. ماستا. اول حاجه انت صدم كي نعرف اللي هو باش يزرق لي. اي حد روحك عايش ولدي باش نجي نزرق لك. ثاني حاجه يجبد لي زريقه صغيره قدك. ووقت اللي ندور ونعطيه بظهري يخدرني بحيدة قدك. ما تخافش ولدي، الزريقة صغير. ومن وقتها كي نمرض ونسمع واحد في الدار يقول لي برا زرق نعمل هك. راسي باش يتفرقع، باش نموت. فكر مريض لازم يمشي يزرق، يمشي يزرق، يمشي يزرق. برس امك فيش تعمل؟ شنو فيش تعمل؟ قاعد نتريان. يا اخي مش تو كنت نطيش فوق الفرش مريض باش تموت. انا مريض يا ديدي. لاباس 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 يا ديدي سرعاني بي. اخ جخ كم نترين على روحي يا اخي. اخ ما مرضوش نحي. وصلنا لاخر الابيزود، حبيت نقول لكم ميرسي بوكو على الكومنتات الحلوين اللي قاعد نقرا فيهم. ما تنساوش تبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، تنساوش اللايك سبسكرايب، نتقابلوا الفيديو الجاي.